بدوره أشار رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أمنت بشكل كامل مخازن المفوضية ومراكز الاقتراع، مشيرا إلى أن المفوضية واللجنة الأمنية تمتلكان تنسيقا عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية. المفوضية قامت بعقد عدة اجتماعات، اللجنة الأمنية والمفوضية لديها تنسيق عالي المستوى. ما يهمنا حقيقة هو أن الخطة التي أعدتها المفوضية تكون اللجنة الأمنية هي قد أعدت الخطة التي تؤمن وصول الناخب في يوم الاقتراع بشكل أمين. حقيقة أيضا على مستوى نقل عصر ذاكرة اتفقنا على أن تكون نقلها من قبل موظفينا من مراكز الاقتراع وصولا إلى المكتب في المحافظة وصولا إلى المكتب الوطني ستكون وفق خطة أعدتها اللجنة الأمنية العليا وبإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء، وهذه الخطة ستؤمن وصولها بسرعة وبشكل أمين. حقيقة هنا أود القول على أن القوات الأمنية بكل صنوفها وأنواعها ستقوم بالتصويت في يوم الاقتراع بالتصويت الخاص.